عبر الهاتف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله أهلا وسهلا بك، مساء الخير. لعل اللافت دكتور عبد الله يوم أمس كانت الصور المتداولة لسمو ولي العهد وحرص قادة العالم على الالتقاء بسمو ولي العهد، هذه الشخصية التي نجحت في الفترة الأخيرة وأثبتت نجاحها في كافة الأصعدة. كيف وجدت هذه الأصداء دكتور عبد الله؟ أنا لا شك أنه اليوم هذه اللقاءات وحرص كبار الكبار على الالتقاء بسمو الأمير محمد بن سلمان يعكس المكانة العالمية والدولية الكبيرة لسمو الأمير محمد، وإيمان أيضا قادة هذه الدول بالدور الفاعل اقتصاديا وسياسيا، فهو عراب الرؤية 2030 التي تطمح اليوم دول العالم لأن تكون شريكا لنا في العمل على تحقيقها. سياسيا للأمير محمد أيضا العديد من المساهمات السياسية والحضور البارز على الساحة الدولية، لذا حرص كبار قادة الدول على الالتقاء به، على تجاوز البروتوكول، على التقاط الصور، على الحديث الهامشية. إذن الأمير محمد إن كان لكل قمة ولكل مؤتمر دولي من اسم، فنعتقد أن هذه القمة هي قمة الأمير محمد بن سلمان. قبل أن يصل سموه إلى هذه القمة رأينا تصاريح من عدد من زعماء الدول الكبار، كل يصرح أنه سيلتقي وسيجلس مع سمو الأمير محمد بن سلمان. لكن لماذا يجلس؟ لأن الأمير محمد بن سلمان له ثقله السياسي ووزنه الاقتصادي، فهو عراب التحول ونقطة رئيسة اليوم من صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم، فهو أيقونة لا يمكن اليوم تجاهلها في مثل هذا المحفل الدولي، فهو قيمة وقامة كبيرة جدا مؤثرة. الجميع يثق في قدرات هذا الأمير البارع، الجميع يتوقع المستقبل المشرق بإذن الله لسمو الأمير محمد، الجميع يحرص على إقامة علاقات ودية ورسمية مع سموه الكريم. دكتور عبد الله، يعني أنت كيف تابعت حتى الآن هذه القمة وهذه المشاركة الفاعلة؟ المملكة الآن هي تمثل نفسها في هذه القمة العالمية وأيضا تمثل الدول العربية والخليجية والإسلامية كونها هي رائدة العالم الإسلامي. نعم، الحقيقة اليوم هناك نقطة مهمة جدا يجب أن نشير لها. المملكة العربية السعودية هي اليوم أحد صناع ورسام السياسة الاقتصادية عالميا. الأمير الله يحفظه محمد هو المتحدث العربي الوحيد، وتحدث في مؤتمر مستقبل التنمية والاقتصاد قبل أيام في الرياض عن حلمه الكبير أن يرى منطقة الشرق الأوسط كأوروبا أو أوروبا الجديدة. بهذا الحلم نثق أن الأمير محمد لا يفكر فقط في منطقتنا في المملكة العربية السعودية، بل هو يمثل ويحلم أن تكون منطقة الشرق الأوسط بما فيها أيضا دول العالم الإسلامي، بصفة اليوم المملكة هي القائد والرائد للعالمين العربي والإسلامي. إذن هذه الكلمة التي قالها سمو الأمير لا يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية بلا تنمية أمنية. هناك الأمير محمد أيضا هو حريص على وجود حلول عادلة لجميع ملفات المنطقة السياسية العالقة من اليمن إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى غيرها من الملفات اللي اليوم يجب أن يبحث لها عن حلول عادلة لتصبح هذه المنطقة أيضا مشارك مع بقية دول العالم في الاقتصاد وفي الناتج القومي الإجمالي لجميع دول العالم. لا يمكن تحقق التنمية إلا بتحقق هذا الأمن. إذن كلمة الأمير محمد كانت كبيرة، كانت هادفة، وهذا ما سيقوله أيضا في قمة العشرين. لابد من الحلول، لابد من دعم الحلول السياسية للمنطقة، ولابد أيضا من دعم الاقتصاديات الناشئة. دول المنطقة جميعها اقتصادياتها ناشئة لكنها واعدة متى ما وجدت البيئة الآمنة. إذن اليوم على دول العالم أن تستجيب لدعوة سمو الأمير محمد وتوجه اليوم قراراتها وقدراتها في إيجاد حلول سلمية لمآسي المنطقة، القضاء على الإرهاب ومن يمول الإرهاب، أعني إيران تحديدا، ثم البحث عن اليوم هذه المنطقة منطقة ثروات عالمية سواء بموقعها الاستراتيجي أو بما حباها الله من ثروات كثيرة في نفذ جميع منطقتنا العربية. جميل، شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام، كنت معنا عبر الهاتف.